بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في المحاضرة السابقة عند مناخ اتخاذ القرار، وخلينا نعمل في البداية مراجعة سريعة عن مناخ اتخاذ القرار، إنه بنقسم إلى ثلاث حالات، ونكمل إن شاء الله ما تبقى من اتخاذ القرار، موضوع اتخاذ القرار وحل المشكلة. نرجع بس نعمل رفرش سريع أو مراجعة سريعة على مناخ اتخاذ القرار، إنها بتركز على ثلاثة حالات اللي هي توفر المعلومات، البدائل، وإيش؟ والنتائج. تمام؟ في حالة التأكد طرحنا في المحاضرة الماضية مثالاً عليها، وأشرنا إلى نقطة مهمة، أنه في حالة التأكد توافر المعلومات عندي كبير، البدائل عندي متاحة، وأنا متأكد من النتائج كما أشرنا في المثال السابق. تمام؟ لذلك بكون قراري دائما في حالة التأكد لما أجي أقارن بين البدائل A, B, C أو عملية المفاضلة بين البدائل، بشوف أكبر بديل بحقق لي أكبر منفعة. بشوف البديل اللي بحقق لي أكبر منفعة، أكبر ربح، أكبر رقم، 1,850,040,000 ريال. فكانت الجواب هو بناء مصنع كبير. طيب، ننتقل لحالة المخاطرة، وقفنا عندها ونكمل اليوم إن شاء الله. في حالة المخاطرة هو اتخاذ القرار. تمام؟ لازم الشخص اللي بيتخذ القرار يكون على معرفة تامة في إيش الاحتمالات. يعني أنا في عندي أكثر من بديل، وكل بديل فيه له احتمال خاص فيه، لذلك في حالة المخاطرة ضروري يكون عندي الاحتمالات. طبعاً راح تتبين عندي الصورة أو تتبلور عندي الصورة أكثر لما نيجي نطرح المثال ونتناقش فيه. في هذه الحالة يستطيع متخذ القرار أن يحدد عدد من الحالات أو الأحداث المتوقع حدوثها في المستقبل، وأيضاً احتمالات حدوث كل حالة على حدة. خلينا مع بعض نشوف المثال وتتضح أن صورة اتخاذ القرار في حالة المخاطرة. طيب، خلينا نشوف المثال أمامنا. في عندي البدائل الآتية: بناء مشروع كبير، بناء مشروع صغير، إلغاء فكرة المشروع. إذن لدينا ثلاثة بدائل، وعندي الاحتمال. الاحتمال اللي هو 0.5 أو 5 بالعشرة للطلب العالي والطلب المنخفض، للطلب العالي والطلب المنخفض. طيب، في بناء مشروع كبير لما يكون عندي الطلب عالي، تمام، أنا بحقق 200,000. لما يكون الطلب منخفض أنا في عندي ناقص 180,000. في حالة بناء مشروع صغير عندي بحقق 100,000 ريال، تمام، وفي حالة الطلب المنخفض بخسر أو ناقص أو سالب 20,000 ريال. في إلغاء فكرة المشروع، زي ما أنتم شايفين إلغاء فكرة المشروع معناته 0,0 أو 0,0. الاحتمالات، نرجع منأكد، في حالة المخاطرة لازم يكون عندي الاحتمال لكل بديل. تمام؟ ففي حالة لما يكون عندنا الطلب عالي عندي 0.5 أو 5 بالعشرة، والطلب منخفض عندي 0.5. إذا بنتذكر في المحاضرة الماضية لما حكينا عن المخاطرة والريسك، حطينا عن هي الـ EMV Expected Money Value، قانون القيمة النقدية. تمام؟ قانون القيمة النقدية اللي احنا راح نشتغل عليه لما متخذ القرار يتخذ القرار في حالة المخاطرة. في حالة المخاطرة أو في حالة المثال الموجود أمامنا هون، تمام، في عندي الطلب العالي ضرب الاحتمال زائد الطلب المنخفض ضرب الاحتمال، تمام، للبديل الواحد. يعني في بناء المشروع الكبير، مشان تتضح الصورة أكبر، القيمة النقدية المتوقعة في المشروع الكبير الاحتمال كم عندنا؟ 5 بالعشرة ضرب 200,000 زائد الاحتمال 5 بالعشرة ضرب ناقص 180,000. فلما نيجي نعمل العملية الحسابية البسيطة جدا، بيطلع عنا النتيجة 10,000.
في القيمة النقدية المتوقعة للمشروع الصغير. كمان مرة، 5 بالعشرة ضرب 100,000 زائد 5 بالعشرة ضرب ناقص 20,000 في الطلب المنخفض. تمام، العملية بسيطة جدا، بطلع عنا النتيجة 40,000 ريال. بالنسبة للقيمة النقدية المتوقعة بدون مشروع، عنا 5 بالعشرة ضرب 0 زائد 5 بالعشرة ضرب 0، فالنتيجة أكيد راح تكون 0. طيب، أنت كمتخذ قرار في هذه الحالة، عندك بناء مشروع كبير، القيمة النقدية المتوقعة يعني أرباحي، أنا لو عملت مشروع كبير رح حقق لي أرباح 10,000، لو عملت مشروع صغير رح حقق لي 40,000، لو عملت مشروع لو لغيت فكرة المشروع رح تكون النتيجة 0. أنا لما أجي أشتغل على الاحتمالات كشخص رح أتخذ القرار في حالة المخاطرة، رح يكون قراري هو إيش؟ 10,000، 40,000 ولا 0؟ شو بتتوقعوا؟ أكيد رح يكون بناء مشروع صغير 40,000 ريال. طيب، خلينا نحل الرسمة كمان مرة مشان الصورة تكون واضحة للجميع. الآن في عنا الجدول زي ما هو ظاهر أمامي هون، تمام؟ في عنا البدائل اللي رح نشتغل عليها، تمام؟ وفي حالة البدائل رح نشوف أنا في عندي الطلب العالي والطلب. إذن عندي البدائل بناء مشروع كبير، وعندي مشروع صغير، وإيش؟ الإلغاء. الإلغاء، تمام؟ طيب، في حالة الطلب العالي، العالي هون عندنا هون إيش؟ المنخفض. تمام، عالي وايش المنخفض؟ عندي في الطلب العالي 200,000، وعندي في بناء مشروع صغير 100,000، وبناء مشروع كبير عندي 180,000 ماينس، خسارة يعني، تمام، أو ناقص، وعندي ناقص 20,000، ناقص 20,000. وفكرة الإلغاء 0 0 0 0. الآن الـ probability أو الاحتمال زي ما حكينا 0.5، 5 بالعشرة 5 بالعشرة. نرجع منأكد على نقطة، أنت كشخص في حالة المخاطرة بشتغل على إيش؟ الاحتمالات، على إيش؟ الاحتمالات، أو خلينا نمسحها هون عشان يكفي، يعني بشتغل على الاحتمالات، احتمالات هي ل 0.5 0.5. تمام، طبعا كلياتنا نعرف انه مجموع الاحتمالات لازم يساوي 1 صحيح، يعني 5 بالعشرة زائد 5 بالعشرة يعطيني 1 صحيح. الان بدنا نحسب اللي هي الاي ام في، الاي ام في اكسبكتد ماني فاليو، تمام، اللي هي القيمه النقدية المتوقعة، القيمة النقدية المتوقعة للمشروع الكبير، والقيمة النقدية المتوقعة للمشروع الصغير، تمام، وبرضه القيمة النقدية لو أنا ما عملت مشروع، يعني بدون مشروع، اللي هي فكرة إلغاء المشروع بدون مشروع. بسيط جدا، تمام، بسيط جدا. الطلب العالي كم أنا عندي هون؟ 200,000، 200,000، تمام، ضرب 5 بالعشرة، صح، زائد الاحتمال كم؟ 5 بالعشرة، مزبوط، ضرب ناقص 180,000. المجموع كم؟ خلينا نحط هنا القيمة النقدية، تمام، القيمة النقدية المتوقعة، القيمة
النقدية المتوقعة، القيمة النقدية المتوقعة. إذا كمان مرة، الطلب العالي ضرب الاحتمال والطلب المنخفض ضرب الاحتمال، المجموع كم؟ لو عملناها عملية حسابية بسيطة جدا تطلع عندي 10,000. 10,000 القيمة النقدية المتوقعة للصغير، للمشروع صغير، تمام، اللي هي عندي 100,000 ضرب 5 بالعشرة زائد الاحتمال 5 بالعشرة لضرب الطلب المنخفض كم؟ ناقص 20,000. ناقص 20,000، فالعملية بتصير عندي كم؟ 40,000. مجموعهم صير عندي 40,000، يعني 100,000 نضربها في 5 بالعشرة زائد 5 بالعشرة ضرب ناقصة، ننتبه لإشارة الناقص لأنه عندي طلب منخفض، تمام؟ فعندنا إيش؟ إشارة الناقص. طيب بالنسبة للمشروع الصغير كالآتي: 5 بالعشرة ضرب 0 أو 0 زائد 5 بالعشرة، تمام، للطلب المنخفض برضه 0، فالنتيجة بدها تكون كم؟ 0. الآن أنت كشخص متخذ قرار، عندك البديل الأولاني 1، البديل الثاني، تمام، وعندك البديل الثالث، والبديل الثالث. لما يكون عندك أنت تمام، الأول الثاني الثالث، شفنا القيمة النقدية المتوقعة للبدائل الثلاث. البديل الأول الكبير، الطلب العالي ضرب الاحتمال زائد الطلب المنخفض ضرب الاحتمال، طلع عندي 10,000. الصغير كذلك 100,000، تمام، ضرب 5 بالعشرة زائد 5 بالعشرة ضرب ناقص 20,000، طلع عندي 40,000، تمام. أما بالنسبة للغاء أو الفكرة بدون مشروع، فالنتيجة زي ما احنا شايفين 0. الآن عرضت عليك الثلاث حالات أو ثلاث بدائل، وشفنا كيف آلية حساب، تمام، كل مشروع على حدة في حالة المخاطرة. أكيد بديهيا راح أختار أكبر مشروع، راح أحدد لي قيمة، تمام، قيمة نقدية اللي هو 40,000، تمام. فبتكون الجواب هو فكرة إني أبني مشروع صغير، أبني مشروع صغير. واضحة؟ بسيطة جدا، بسيطة جدا، مسائل بسيطة جدا، لكن احنا هنا بنشتغل على حالة المخاطرة. حالة المخاطرة نرجع منأكدها، في حالة التأكيد انا ما كان عندي اي probability، ما عندي اي احتمالية. ليش؟ لاني انا متأكد من النتيجة، متأكد من الربح. لكن في هذه الحالة، تمام، بشتغل على الاحتمالية. انا عندي كبير، صغير، الغاء، عندي مشروع كبير، مشروع صغير، او الغاء فكرة المشروع. في عندي الطلب العالي وفي عندي الطلب المنخفض. الطلب العالي 200,000، الطلب المنخفض ناقص 180,000. في الطلب الصغير 100,000، في الطلب المنخفض ناقص 20,000. في الإلغاء 0,0. فالقيمة النقدية المتوقعة زي ما احنا شايفينها، الطلب العالي قانونها بسيط جدا، الطلب العالي زي ما انتم حتى كاتب لكم اياها في الباوربوينت، الطلب العالي ضرب الاحتمال تبعه، الطلب العالي ضرب الاحتمال تبعه زائد الطلب المنخفض ضرب الاحتمال تبعه. ونركز كمان على إشارة الماينس أو إشارة الناقص السالب، تمام، لأنها تلعب دور كبير في إيش؟ في النتيجة. فإذا إحنا هون ما حطينا ناقص 180,000، النتيجة راح تكون مختلفة تماما. واضح؟ فبتمنى أن حالة المخاطرة وضحت للجميع. قانونها بسيط جدا، ها، قانونها بسيط جدا. أنا عندي هالمسألة هاي بسيطة جدا، هو الطلب العالي في الاحتمال زائد الطلب المنخفض في الاحتمال. قانون بسيط جدا، قانون القيمة النقدية. واضح؟ بتمنى انه يكون واضح للجميع. اذا في حالة المخاطرة نرجع نقارن شو مكتوب عندنا هون، تمام، السلايد في المكتوب عندنا.
اتخاذ قرار في حالة المخاطرة يتصف القرار أن في هذه الحالة بأن متخذ القرار على معرفة تامة بالاحتمالات. ها نرجع ونأكد، على معرفة تامة بالاحتمالات، عندي الاحتمال لكل بديل. وفي هذه الحالة يستطيع متخذ القرار أن يحدد عددا من الحالات أو الأحداث المتوقع حدوثها في المستقبل، وأيضا احتمالات حدوث كل حالة من هذه الحالات أو الأحداث. إذا عندي الاحتمال لكل بديل لما يكون الطلب عالي في حالة المصنع الكبير، في حالة المصنع الصغير لما يكون الطلب عالي موجود عندي الاحتمال، برضو لما يكون الطلب منخفض الاحتمال في حالة المصنع الكبير وفي حالة المصنع الصغير. حسبة بسيطة جدا، قانون بسيط جدا اسمه قانون القيمة النقدية، أشرنا إليه في الدايجرام في المحاضرة الماضية EMV، تمام؟ Expected Money Value. Expected Money Value. Expected Money Value. Decision Matrix أمامنا، تمام؟ مصفوفة القرار أمامنا، وبناء عليها بنقرر أي مشروع. فما زي ما احنا شايفين في المشروع الأول أعطاني القيمة النقدية في حالة العالي منخفض تماما 10,000، الصغير 40,000، والزيرو زيرو لفكرة إلغاء المشروع. فأكبر قيمة نقدية عندي إيش؟ الطبيعي لما أجي راح أختار المشروع الصغير، لأنه راح أحقق لي قيمة نقدية متوقعة، أرباح عالية بقيمة 40,000. بقيمة 40,000 بتصور واضحة للجميع. ننتقل للنقطة اللي بعدها اللي هي حالة عدم التأكد. خلينا بس نمسح في حالة عدم التأكد. في حالة عدم التأكد بحكي لنا اتخاذ القرار في حالة عدم التأكد، في هذه الحالة تكون نسبة المخاطرة مرتفعة جدا، وذلك لعدم وجود تجارب في الماضي لمتخذ القرار، فيكون لدينا جهل كامل باحتمالية حدوث أمر ما، جهل كامل باحتمالية حدوث أمر ما. وهنا نقطة الخلاف الأساسية بين حالة عدم التأكد، تمام، وحالة المخاطرة اللي احنا أخذناها قبل شوي، تمام، أن متخذ القرار في حالة عدم التأكد لا يمكنه أن يحدد احتمالات. في حالة عدم التأكد مش رح نشتغل على الاحتمالات، رح نشوف أن في عندي طريقة مختلفة، قانون مختلف تماما، قانون مختلف تماما عن حالة المخاطرة. إذن في حالة عدم التأكد، تمام، نسبة المخاطرة مرتفعة جدا، ما عندي احتمالات رح أشتغل عليها، رح أشتغل على قانون مختلف تمام، واضح. فقط الاحتمالية هي موجودة في حالة المخاطرة زي ما طرحناها قبل شوي في المثال السابق. طيب في حالة عدم التأكد بحكي لنا هنا عدم وجود تجارب في الماضي، فبتتوقعوا هل تكون القرارات مبرمجة؟ هل راح تكون مشاكل روتينية ولا مشاكل غير روتينية؟ خلينا نفكر. تتوقعوا في حالة عدم التأكد، في حالة عدم التأكد لما أجي أتخذ قرار في حالة عدم التأكد، هل راح يكون القرار روتيني ولا غير روتيني؟ هل راح يكون القرار مبرمج ولا غير مبرمج؟ سامع حدا بحكي لي إنه قرارك راح يكون غير روتيني؟ مزبوط، راح يكون قرار غير روتيني، راح يكون قرار غير مبرمج. لذلك راح يكون سامع حدا بحكي انه لانه ما عندك تجارب في الماضي. مزبوط، انا ما عندي تجارب في الماضي، مشكله جديده، حتى بجهل النتيجه، لذلك بتكون نسبه المخاطره مرتفعه جدا، وما عندي اي probability اني اشتغل عليها، ما عندي اي احتماليه راح اشتغل عليها. في حاله عدم التاكد راح نشوف اول معيار راح نشتغل عليه مع بعض، اللي هو معيار التفاؤل التام. معيار التفاؤل التام يعني أنت كشخص متخذ القرار زي ما شرحنا في المحاضرة الماضية، زي ما شرحنا في المحاضرة الماضية إذا متذكرين الرسمة، تمام. إحنا الآن راح شغالين على الجهة هاي، انتهينا من المشاكل المهيكلة، حالة إيش؟ التأكد. حالة التأكد بدي أحقق maximization، أكبر رقم، أكبر منفعة، تمام. في حالة المخاطرة الريسك في عندي اللي هي EMV اللي طرحناها قبل شوي، اللي هي Expected Money Value. في حالة اللي هي المشاكل الغير مهيكلة اللي هي Uncertainty، عدم التأكد، راح يكون في عندي أكثر من معيار راح نشتغل عليه. معيار التفاؤل تام Maximize،
تمام، وفي عندي الماكس مين واللابليس اللي هو الافرج ومعيار الاسف، ومعيار الاسف. طيب ننتقل لمعيار التفاؤل اللي هو اول معيار. في معيار التفاؤل بحكي انه يستخدم هذا المعيار في حالة التفاؤل التام، شخص متفائل، شخص بتوقع انه يحقق اكبر ارباح، شخص انه بحاول انه الشركة تحقق اهدافها باقل التكاليف. طيب نستذكر مع بعض نقطة مهمة متعلقة باقل التكاليف. كلياتنا بنعرف الكفاءة والفاعلية، صح ولا لا؟ الكفاءة والفعالية. لو سألنا سؤال، ما الفرق بين الكفاءة والفعالية؟ وشو علاقة هذا الحكي بالتفاؤل؟ معيار التفاؤل. فكروا مع بعض، شو الفرق بين الكفاءة والفعالية؟ تتوقعوا شو؟ بسيط جدا. الثنتين، الكفاءة والفعالية، الثنتين بسعوا لتحقيق أهداف المنظمة، تمام؟ لكن وتأدية المهام، تمام، بالطريقة الصحيحة في الحالتين. لكن ما الفرق الجوهري بين الكفاءة والفعالية؟ سامع حدا بيحكي لي لها علاقة بالطرق الاقتصادية. نعم، في الكفاءة أنا بركز على الطرق الاقتصادية. شو يعني الطرق الاقتصادية؟ يعني إني أحقق أهداف المنظمة بأقل التكاليف. وين هاي الكفاءة؟ إذا في الكفاءة إني أحقق أهداف المنظمة بأقل التكاليف. طيب لما أحقق أهداف المنظمة بأقل التكاليف، واضح؟ لما أحقق أهداف المنظمة بأقل التكاليف معناته العائد، الربح، الريفينيو راح يكون ماله، راح يكون كبير أو عالي، صح ولا لا؟ وأغلب الشركات أو المؤسسات الآن بتركز إنها تحقق أهدافها بأقل التكاليف، تحقق أهدافها بأقل إيش التكاليف، حتى تقدر تحقق أكبر منفعة ممكنة، حتى تقدر تحقق أكبر ربح ممكن. طيب نرجع لمثالنا اللي هو التفاؤل، معيار التفاؤل كمان مرة. خلينا نرجع نرسم الجدول كمان مرة، تمام، اللي احنا رح نشتغل عليه. أنا هون عندي البدائل زي ما احنا شايفين، في عندي مشروع كبير، مشروع صغير، وإلغاء فكرة المشروع. إذن في عندي 1 2 3، ممتاز. في عنا الطلب العالي، تمام، وفي عنا الطلب المنخفض. في عنا الطلب كمان مرة، في عنا الطلب العالي، وفي عنا الطلب إيش؟ المنخفض. وفي عنا القيمة الأعلى للبدائل، راح نشتغل عليها مع بعض. طيب نرجع 200,000، الصغير طلب عالي. لما يكون حالة السوق في عندي طلب عالي على منتجاتي، أنا ممكن أحقق نسبة ربح 100,000، تمام. منخفض 180,000 ناقص، طبعا وعندنا هون ناقص 20,000، ناقص 20,000، ناقص 20,000. في حالة التفاؤل، في حالة الشخص متفائل، في حالة إنه الشخص بركز على إنه يحقق أكبر منفعة زي ما حكينا قبل شوي بأقل التكاليف، تتوقعوا يشتغل أو يختار البديل الأول، أو نسينا هون نحطه هون زيرو أو صفر، وهون عندنا صفر، تمام، إنه يختار مشروع كبير ولا مشروع صغير ولا فكرة إنه يلغي فكرة المشروع. طيب ماكسي ماكس، أعظم الأعظم، أكبر ربح ممكن، أكبر ربح ممكن، خلينا نناقشهم حالة حالة، خلينا نناقشهم حالة حالة. القيمة نكتب هنا القيمة الأعلى للبدائل، قيمة الأعلى للبدائل. الآن لما يكون عندي المشروع كبير، عندي 200,000، تمام، في حال طلب عالي، وفي حال طلب منخفض عندي ناقص 180,000. في حالة إنه الشخص متفائل،
بركز انه يحقق اكبر منفعه اللي هي ايش؟ 200,000 ولا ناقص 180؟ 200,000 طبعا. طيب في حاله انا عندي المشروع صغير، في عندي الطلب عالي بحقق 100,000، ولما يكون الطلب منخفض بحقق او بخسر 20,000، بخسر 20,000. مين اكبر، 100,000 ولا ناقص 20,000؟ اكيد 100,000. الآن بعد ما قارنا القيمتين للمصنع الكبير والمصنع الصغير، رح نشتغل هون على القيمة الأعلى للبدائل، على هاي القيمة الأعلى للبدائل. الآن لما أبني مشروع كبير، أنا شخص متفائل بطمح لأكبر عائد، عندي 200,000 وعندي المصنع الصغير بحقق لي 100,000، إذن القرار حسب معيار التفاؤل رح يشتغل إنه يجيب كم؟ 200,000، صح ولا لا؟ أنه يحقق عائد الأكبر اللي هو كم؟ العائد الأكبر عندي هون اللي هو كم؟ 200,000. لذلك القرار راح يكون عندي بناء مشروع كبير، بناء مشروع كبير. واضح؟ إذن في عندي مشروع كبير، مشروع صغير، إلغاء فكرة مشروع. عندي لما يكون الطلب عالي بحقق 200,000، لما يكون الطلب منخفض في المشروع الكبير بخسر 180,000. لما يكون عندي المشروع صغير، لما يكون الطلب عالي، حالة السوق طلب عالي على منتجاتي 100,000، في حالة المنخفض عندي ناقص 20,000. فباجي بقارن بشوف أنا شخص متفائل دائما بطمح أني أحقق أكبر منفعة ممكنة، فبشوف أنه 200,000 تعتبر فرصة إلي هون، حسب أني لأني شخص أنا ماني متفائل. تمام؟ في فكرة المشروع الصغير 100,000 والمنخفض ناقص 20,000، فأكيد بطمح أنه لا أحقق أكبر عائد أو أكبر ربح اللي هو 100,000. الآن بجري عملية مقارنة، مين أكبر، 200,000 ولا 100,000؟ أكيد 200,000. فبالتالي القرار سيكون بناء مشروع كبير، سيكون بناء مشروع كبير. واضحة؟ طيب نعطيكم مثال آخر ونشوف مع بعض حسب معيار التفاعل، حسب معيار التفاعل. معطيني في المثال اللي احنا شايفينه هون possible future demand، حالة طلب السوق، طلب عالي متوسط ومنخفض، وعندنا البدائل الآتية. لدينا البدائل الآتية، عندي هون البدائل نرسمه هون مع بعض الجدول. تمام، عندي المصنع لما يكون صغير، ولما يكون متوسط، ولما يكون كبير. لما يكون كبير، في حالة الطلب لما يكون عالي، في حالة الطلب لما يكون متوسط، تمام، وفي حالة الطلب لما يكون ماله، لما يكون منخفض. في حالة الطلب لما يكون ايش؟ منخفض. طيب طلب منخفض، طلب لما يكون المصنع صغير الطلب عالي بحقق 10 مليون، لما يكون برضه متوسط 10 مليون، وبرضه لما يكون منخفض 10 مليون. في حالة لما يكون المصنع متوسط، تمام، في حالة لما يكون المصنع متوسط 7 عند المنخفض بحقق 12 مليون إذا متوسط، تمام، والطلب العالي بحقق 12 مليون. في حالة لما يكون المصنع كبير، في حالة المنخفض بحقق 2 مليون، المتوسط 4، والطلب العالي راح يكون عليه 16 مليون، حسب معيار، كمان مرة، حسب معيار التفاؤل، حسب معيار التفاؤل. بديهيا أنا عندي مشروع صغير متوسط وكبير، تمام، أنا مشروع صغير ومتوسط وكبير، أكبر عائد، أكبر رقم، أكبر عائد أو أكبر رقم. إذا بنشوف هون أنا عندي 10 10 في الصغير، أكبر رقم موجود في المصفوف الآن، الماتريكس الموجودة أمامي هون، ماتريكس، تمام، اسمها الماتريكس ديسيجن، مصفوفة القرار، مصفوفة القرار، تمام. 10 12 7 16 4، أكبر رقم راح نشوف أنه عبارة عن إيش؟ عبارة عن 16، صح ولا لا؟ فمعناته قراري راح يكون
ايش 16 مليون هو اكبر رقم حسب معيار التفاؤل، فقراري راح يكون انه ايش ابني مشروع كبير، صح ولا لا؟ بناء مشروع كبير، واضحه؟ طيب واحد سامعه بحكي طيب لو كان ان العدد اكبر من هيك، تمام، وخلينا نشتغل شوي سيستماتيك، خلينا نشتغلها سيستماتيك بسيطه جدا. شو بنعمل؟ نعمل خط من هون، تمام، وبنشتغل عليها صف صف، بنشتغل عليها صف صف. يعني لما انا بشوف المشروع الصغير عندي 10 10 10، اذا اكبر رقم عندي كم؟ 10، صح ولا لا؟ اذا معيار التفاؤل بركز على اكبر رقم. طيب في المتوسط، انا لما يكون بدي ابني مشروع متوسط، الطلب عالي عندي 12 مليون، وبحقق 12 مليون اذا كان الطلب متوسط، واذا كان منخفض بحقق 7 مليون، اكبر رقم كم؟ اكبر عائد، اكبر رقم 12 مليون، تمام. نيجي على الرقم المصنع الكبير، المصنع الكبير بحكي لك لما يكون الطلب عالي انت بتحقق منفعة اقتصادية 16 مليون، لما يكون متوسط 4 مليون، واذا كان الطلب منخفض في المصنع الكبير بتحقق 2 مليون، 16 4 2 هي 16. وبنشوف عملية، بنعمل عملية مقارنة، مين اكبر؟ انا بدور على اكبر رقم 10 12 16، أكبر رقم اللي هو 16 كم؟ مليون، صح؟ مليون، اللي هو إيش؟ بناء مشروع كبير، بناء مشروع كبير. إذن مصفوفة التفاؤل، تمام؟ شخص متفائل دائما بيطمح للأعلى، دائما عنده تفاؤل إنه يحقق أكبر منفعة اقتصادية، أكبر ربح، تمام؟ فبالتالي قراره رح يكون القرار هو بناء مشروع كبير، بناء مشروع كبير، واضحة؟ طيب خلينا ننتقل لمعيار التشاؤم، تمام، ونشتغل عليه مع بعض من خلال مثال. زي ما حكينا عندي أنا أبروتش معين إنه بركز على الفهم، تمام. من خلال المسألة الآن إحنا فهمنا إنه التفاؤل بشوف أكبر رقم موجود عندي، أكبر رقم يعني أكبر منفعة اقتصادية، تمام، بركز عليها في معيار التفاؤل. ننتقل للمعيار الآخر اللي هو معيار التشاؤم. بحكي لنا أنه يفترض هذا المعيار أن أسوأ الظروف سوف تحدث، ولهذا يتم اختيار البديل الذي يحقق أفضل الأسوأ، أكبر القليل، أفضل الأسوأ، أو أكبر إيش القليل. عندي سيء سيء سيء، بدي أختار أفضل الإيش السيء فيهم. وطبقا لهذا المعيار يتم تحديد أقل عائد متوقع من كل بديل، ثم اختيار البديل الذي يحقق أكبر رقم بينهم، ثم اختيار البديل الذي يحقق أكبر رقم بينهم. خلينا بس نمسح هاي، تمام، ونعطي عليها المثال اللي هو التشاؤم. من اسمه شخص متشائم، شخص ماله متشائم، أكيد رح يكون عكس مين؟ عكس الشخص المتفائل اللي احنا حكينا عليه قبل شوي، صح ولا لا؟ رح يكون عكس اللي حكينا عليه قبل شوي. طيب خلينا رح نشتغل على نفس المصفوفة. عندي البدائل كالآتي، صغير متوسط كبير، لكن هون الماتريكس، تمام، الماتريكس ديسيجن اللي هي رح نشتغل على معيار التشاؤم. معيار ايش؟ التشاؤم. طيب في معيار التشاؤم، تمام، طبقا لهذا المعيار يتم تحديد أقل عائد متوقع من كل بديل، ثم اختيار البديل الذي يحقق أكبر رقم من بينهم. نشتغلها سيستماتيك، نشتغلها سيستماتيك حتى تكون الأمور إيش واضحة ليش للجميع، تمام، حتى تكون الأمور واضحة للجميع. الآن راح أختار، راح أمشي فيهم صف صف، تمام، وأختار أقل رقم لكل بديل صف صف، ونختار الآلية كالآتي. اختيار الحل أقل رقم لكل بديل. أنا كم بديل عندي؟ 1 2 3. عندي في حالة أنه المصنع صغير، في حالة أنه المصنع متوسط، في حالة أنه المصنع ماله كبير،
تمام؟ راح نشوف، بختار أقل رقم، ها اختيار أقل رقم لكل بديل في المصنع الصغير، بشوف بمشي زي ما شفنا بمشي فيهم صف صف، تمام؟ في معيار تشاؤم 10 10 10، إذا الرقم هو راح يكون عندي ايش 10. نيجي على ايش المتوسط، في المتوسط عندي 12 إذا كان الطلب عالي، وإذا كان الطلب متوسط راح يكون برضه 12، وإذا كان الطلب منخفض راح يكون عندي 7 مليون. مين أقل رقم 12 12 7؟ أكيد الرقم 7، مظبوط. طيب لما يكون الرقم كبير، سوري لما يكون المصنع كبير، في حالة المصنع كبير راح نشوف إنه الطلب العالي 16، الطلب المتوسط 4، الطلب المنخفض 2. أقل رقم فيهم كم؟ 16 4 2 أكيد. شخص متشائم، تمام؟ شخص إيش ماله؟ متشائم، بحاول إنه يدور على إيش أقل رقم لكل بديل. إذا الخطوة الأولى انتهينا منها، تمام؟ دورنا على أقل رقم لكل بديل. الخطوة الثانية في معيار التشاؤم اختيار أكبر رقم فيه، اختيار أكبر رقم ضمن البدائل. الآن عندي في حالة المصنع الصغير عندي 10 مليون، في حالة المتوسط 7 مليون، في حالة المصنع كبير عندي 2 مليون. أكبر رقم 10 7 2، 10 7 2 أكيد راح يكون عندي 10. فحسب معيار التشاؤم اللي احنا شايفينه مع بعض راح اختار اكبر رقم، تمام؟ فبكون قراري القرار هو ما بناء مصنع صغير. اذا بنشوف الماتريكس او المصفوف الامامي، اختلفت العملية بين التفاؤل والتشاؤم، اختلفت عندي العملية بين التفاؤل والتشاؤم. طيب نرجع للمثال السابق، نرجع للمثال السابق. برضو احنا اعطينا على اعطينا قبل شوي على التفاؤل، في هذا المثال برضو رح نعطيكم على ايش التشاؤم. التشاؤم بسيط جدا، العملية كالآتي. لما يكون انا عندي بناء مشروع كبير، نفس المثال انا حاب اشتغل عليه في الحالتين حتى تكون الصورة واضحة للجميع. في لما يكون عندي بناء مشروع كبير، تمام؟ الطلب لما يكون عندي عالي 200,000، الطلب عندي منخفض ناقص 180,000، في حالة مشروع صغير 100,000، في حالة انه الطلب منخفض في المشروع الصغير ناقص 20,000. الغاء فكرة المشروع راح تكون زيرو او صفر، وفي حالة الطلب المنخفض راح تكون عندي برضو زيرو، تمام؟ فالقيمة الادنى للخسارة هون راح تكون عندي كم؟ نمشي فيهم صف صف، تمام؟ نمشي فيهم صف صف. الآن أنا عندي الطلب العالي وعندي الطلب المنخفض، بشوف في حالة بناء المشروع الكبير عندي 200,000 وعندي ناقص 180,000، تمام؟ مين أقل رقم؟ عندي أكيد ناقص 180,000، إذا بضعها في هذه الخانة. نيجي على بناء المشروع الصغير، عندي الطلب العالي كم؟ 100,000، والطلب المنخفض عندي ناقص 20,000، تمام؟ فبشوف القيمة الأدنى اللي هي ناقص 20,000، واضح؟ اللي هي بنركز اختيار اقل رقم زي ما حكينا، ها اختار اقل رقم لكل بديل واختيار اكبر رقم، تمام، ضمن هذه البدائل. في حاله انه صفر اكيد صفر. طيب فبالتالي الشخص متشائم، المدير متشائم عكس المثال اللي احنا طرحناه ايش التفاؤل، فبالتالي راح يقدم انه يتخذ قرار بعدم ايش انشاء المشروع، بالغاء فكره المشروع، وهذا اقل ضرر ممكن، وهذا اقل ضرر ممكن. ماكسيمن، أعظم الأصغر، أعظم الأصغر، أكبر القليل، أفضل الأسوأ، كلها مسميات لمعيار واحد اللي هو التشاؤم. أفضل الأسوأ، أعظم الأصغر، أكبر القليل، أكبر القليل. إذن بتصور الفكرة واضحة عندي هون كيف بيشتغل عندي الماتريكس أو المصفوفة، تمام؟ كمان مرة للإعادة، أنا في حالة التشاؤم بركز على نقطتين، اختيار راح أكتبها كمان بخط اليد حتى تكون واضحة، اختيار أقل رقم لكل بديل،
بمشي فيهم صفصف، تمام؟ بعدين بختار أكبر رقم ضمن هاي البدائل، بختار أكبر رقم، تمام؟ فيهم زي ما شفنا في المصفوفة بناء المشروع الكبير، بناء مشروع كبير. أنا بحكي هنا على تشاؤم، بساتني في إيش؟ في التشاؤم. بناء مشروع كبير، بناء مشروع صغير، وإلغاء الفكرة. إلغاء الفكرة راح أمشي فيهم صف صف زي ما احنا شايفين في المثال، تمام؟ 200,000 ناقص 180,000، تمام؟ إذا بختار أقل رقم، ها اختيار أقل رقم، اختيار أقل رقم لكل بديل، عندي ناقص 180,000، واضح؟ طيب نيجي على المشروع الصغير، عندي 100,000 وناقص 20,000، إذا بختار ناقص 20,000. إلغاء الفكرة زي ما احنا شايفين زيرو. النقطة الثانية، بعد ما اخترت أقل رقم بمشي فيهم صف صف زي ما طرحتها، تمام؟ بعدين بختار أكبر رقم فيهم، أكبر رقم فيهم كم؟ اللي هو صفر، اللي هو إلغاء فكرة المشروع، إلغاء فكرة المشروع، تمام؟ فلحد الآن احنا صرنا طارحين مثالين، تمام؟ اللي هو مثال التفاؤل ومثال التشاؤم. ورحنا مثالين للتفاؤل، تمام؟ نفس المثال هو نفسه، تمام؟ لكن كان في حالة التفاؤل اخترت أنا مشروع كبير، في حالة التشاؤم اخترت إيش؟ أني ألغي فكرة المشروع لأني ما بدي أغامر، أنا متشائم، شخص متشائم، المدير متشائم، ما بقدم على إيش؟ فكرة إنشاء المشروع، فكرة إنشاء المشروع. طيب نيجي على الجزئية الأخيرة، تمام؟ اللي هي معيار المتوسط. معيار الإيش؟ المتوسط. معيار المتوسط بسيط جدا، تمام؟ مثل المعايير السابقة، نطرح عليه المثال حتى تكون العملية إيش؟ واضحة. المتوسط، المتوسط اللي هو الأفرج، تمام؟ اللي هو الأفرج. طيب في الأفرج أنا راح يكون عندي البدائل اللي هي بناء مشروع كبير وبناء مشروع صغير، تمام؟ وإلغاء فكرة المشروع، وإلغاء فكرة المشروع. زي ما احنا شايفين نفس الأرقام ما غيرتهم، تمام؟ في حالة بناء مشروع كبير، في حالة بناء مشروع كبير، تمام؟ أنا راح أخذ الأفرج، الطلب العالي كم عندي؟ 200,000، تمام؟ 200,000 اكتبها هون، عندي 200,000، مزبوط؟ تمام؟ زائد، ننتبه للنقطة هاي اللي حكيناها، أنا عندي زائد الأفرج، تمام؟ زائد كم؟ ناقص 180,000 على كم؟ على 2 الأفرج. فبالتالي 200,000 ناقص 180,000 رح يطلع عندي كم المجموع؟ 20,000. 20,000 تقسيم 2 رح يطلع عندي 10,000. إذن المتوسط هنا، تمام؟ لا المشروع الكبير كم؟ 10,000. 10,000. نيجي الآن للمشروع الصغير، صح؟ عندي 100,000، تمام؟ زائد كمان مرة ننتبه على نقطة، ناقص 20,000، ناقص 20,000 تقسيم 2 ويساوي كم؟ 100,000 ناقص 20,000 80,000، مزبوط؟ 80,000 تقسيم 2 بطلع عندي بكل بساطة، عمليات حسابية بسيطة جدا، عندي 40,000 ريال. بناء مشروع صغير بطلع عندي 40,000 ريال، تمام؟ إلغاء فكرة المشروع مبينة إنها 0,0، فالنتيجة راح تكون تمام 0. طيب الآن في حالة إيش؟ اللي هي الأفرج، تمام؟ في حالة
الافرج اللي هو المتوسط. انا كمتخذ قرار بدي اجري العمليه الحسابيه البسيطه اللي هو المتوسط الحسابي، لا بناء مشروع كبير ولا بناء مشروع صغير. فبتصور العمليه راح تكون واضحه انه في حاله بناء المشروع الكبير تمام 200,000 زائد ناقص 180,000. برجع باكد على النقطه هاي، بدنا ننتبه على الاشاره تمام، اذا في عندي سالب يعني ماينس ناقص تمام. فتتحول 200,000 ناقص 180,000 على 2 بيطلع عندي 20,000. 20,000 تقسيم 2 10,000، وهو المنفعه الاقتصاديه لبناء مشروع كبير. اما فيما يتعلق في بناء مشروع صغير فراح تكون عندي 100,000 زي ما احنا شايفين زائد ناقص 20,000، فتتحول ل 100,000 ناقص 20,000، النتيجه 80,000 تقسيم 2، فبتساوي عندي 40,000 ريال. الغاء فكره المشروع زيرو. طيب انت كشخص متخذ القرار، مشروع كبير راح يحقق لي منفعه اقتصاديه 10,000، مشروع صغير راح يحقق لي منفعه اقتصاديه 40,000، الغاء فكره المشروع صفر، اختار اي واحده فيهم. الجواب واضح، اكبر منفعه اللي هي ايش؟ 40,000 ريال. 40,000 ريال. اذا العمليه بسيطه جدا، عمليه حسابيه بسيطه جدا. خلينا بس ناكد عليهم كمان مرة، مناخ اتخاذ القرار في حالة التأكد زي ما احنا شايفين، الحالة الأولانية حالة التأكد تمام. المثال واضح أمامي، عندي المصنع A، مصنع B، مصنع C، مصنع كبير، متوسط، صغير تمام. في حالة المصنع الكبير بحقق لي 1,000,000 ريال، في حالة المصنع الصغير بحقق لي 850,000 ريال، في حالة المتوسط سوري، في حالة المصنع الصغير بحقق لي 40,000 ريال. أنا عندي المعلومات، متأكد من النتيجة، النتيجة واضحة أمامي، أكيد راح أختار أكبر منفعة اقتصادية، أكبر عائد، أكبر ربح اللي هو مصنع إيه، مصنع كبير. في حالة المخاطرة بنرجع بنأكد عليها إنها بتشتغل على البروبابيليتيز اللي هي الاحتمالات، لازم يكون عندي احتمال لكل بديل، احتمال لكل بديل. فعندي الـ expected money value أو قانون القيمة النقدية، الطلب العالي ضرب الاحتمال زائد الطلب المنخفض ضرب ايش؟ الاحتمال. فبالتالي القيمة النقدية المتوقعة للمشروع الكبير هي كم شباب؟ بيطلع عندي 10,000، والقيمة النقدية المتوقعة بتطلع عندي 40 ايش؟ 40,000 تمام؟ فبالتالي بتكون فكرة اني ابني مشروع صغير هي الانسب، لانه بحقق لي اكبر منفعة اقتصادية. في حالة عدم التأكد نشتغل على معيار التفاؤل. معيار التفاؤل بسيط جدا، شخص متفائل، مدير متفائل، بركز على الأرباح العالية، أكبر عائد، أقل تكلفة، زي ما احنا شايفين أكبر عائد في هذه المصفوفة هي 200,000 تمام. أكبر عائد في هذه المصفوفة هي 16,000,000 زي ما شرحناها بالتفصيل تمام. في معيار التشاؤم كذلك، بركز عكس معيار التفاؤل تماما، عكس معيار التفاؤل تماما. ليش؟ لأنه بركز على أفضل الأسوأ، أكبر إيش؟ أكبر القليل، أفضل الأسوأ أو أكبر القليل. فبيشتغل على نقطتين، معيار التشاؤم زي ما حكينا، أنا دائما بمشي فيهم صف صف وبشوف في معيار التشاؤم الراجع مع بعض، أقل رقم لكل بديل، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية بعد ما تطلع عندي أقل رقم لكل بديل زي ما شفنا في المثال شرحناه قبل شوي تمام، فبشوف انه اكبر بعدين بشوف بختار اختيار اكبر رقم من ضمن ايش؟ القليل اللي انا اللي هو اكبر القليل، برجع انه بيشتغل على اكبر ايش؟ القليل اللي هو معيار التشاؤم. واضح. والمتوسط واضح جدا زي ما حكينا، باخذ الوسط الحسابي، الوسط الحسابي لبناء مشروع كبير، الوسط الحسابي للأفرج تمام لمشروع صغير، فبتطلع عندي القيمة اللي هي 40,000 ريال. فبكون قراري أنه أبني مشروع صغير، أني أبني مشروع صغير. طيب إذا شفنا إحنا أنه آلية اتخاذ القرار تمام، كنت أمشي على منهجية معينة، آلية اتخاذ القرار كنت أمشي على منهجية معينة، وهذا الكلام احنا حكيناه في المحاضرة الماضية، انه في دائما الشخص متخذ القرار في عنده ضغوطات او في عنده مؤثرات تمام بتأثر على اتخاذ القرار
عنده، بتأثر على اتخاذ القرار عنده. فبالتالي لما تكون مثلا المعلومات عندي متوفرة، البدائل عندي متوفرة، القرارات صارت عندي مبرمجة، متأكد من نتيجتي، فالعملية بدخل في حالة إيش؟ التأكد، فإلها حسبتها وإلها قوانينها الخاصة فيها. أما في حالة المخاطرة لا، رح أشتغل على الاحتمالية. وشفنا الفرق بين حالة المخاطرة وحالة عدم التأكد، تمام؟ الفرق بينهم أنه في عندي احتمالية في حالة المخاطرة، بينما في حالة عدم التأكد لا يوجد لدي إيش؟ احتمالية. أنا بشتغل على قوانين حسب معيار التفاؤل، حسب معيار التشاؤم، وحسب معيار المتوسط الحسابي الأفرج، تمام؟ طيب ننتقل لجزئية أخرى من مفهوم اتخاذ القرار وحل المشكلات، ونحكي على أنواع القرارات. نحكي عن أنواع القرارات. راح نشوف أنا في عندي في أنواع القرارات حسب درجة تكرار القرار، حسب درجة تكرار القرار. يعني درجة تكرار القرار في عندي نوع المبرمجة والغير مبرمجة. المبرمجة درجة تكرار مالها بتكون مرتفعة، بتكون متكررة كثير. أها تمام، بتكون مرتفعة ومتكررة، تمام. أما في الغير مبرمجة درجة التكرار عندي بتكون منخفضة، لأنها طبيعتها قرارات بتكون جديدة، قرارات غير روتينية، بينما في المبرمجة هي قرارات روتينية، تمام، بشكل مستمر. طيب حسب أهمية القرار، حسب أهمية القرار في عندي أنواع القرارات اللي هي حسب أهمية القرار. عندي قرارات استراتيجية وعندي قرارات تشغيلية. عندي قرارات استراتيجية وعندي قرارات تشغيلية. والمعيار الآخر هو حسب هيئة متخذ القرار، حسب هيئة متخذ القرار. إذن في عندنا قرارات تنظيمية وعندنا قرارات شخصية. كمان مرة، أنواع القرارات بسيط جدا، حسب درجة تكرار القرار. في عندي قرارات مبرمجة وعندي قرارات غير مبرمجة. القرارات المبرمجة نربطها مع بعض أنها عبارة عن قرارات روتينية، إذن هي عبارة عن قرارات روتينية. والقرارات الغير مبرمجة هي قرارات غير روتينية، تمام. في حالة حسب أهمية القرار في عندي قرارات استراتيجية. القرارات الاستراتيجية شو بتختلف عن القرارات التشغيلية؟ لو سألنا سؤال فكروا مع بعض، القرارات الاستراتيجية ماذا تختلف عن القرارات التشغيلية؟ في القرارات الاستراتيجية تأثيرها بيكون طويل المدى، تمام، لكن في القرارات التشغيلية التأثير تبعها قصير المدى. طبعا رح نجيها بالتفصيل، رح نحكي فيها. القرارات الاستراتيجية بتم اتخاذها في الإدارة العليا ولا الوسطى ولا الدنيا؟ أكيد في الإدارة العليا. طيب القرارات التشغيلية، سامع حدا بحكي لي في الإدارة الدنيا، ممتاز. طيب حسب هيئة متخذ القرارات، تمام، رح نشوف أنا في عندي قرارات تنظيمية وقرارات شخصية. قرارات تنظيمية وقرارات شخصية. طبعا القرارات التنظيمية اللي هي بتتم من خلال اللجان والاجتماعات داخل المؤسسة أو المنظمة، وفي إلها ظروفها الخاصة فيها، تمام، أو العوامل اللي بتدفعني أني أتخذ القرارات التنظيمية. وفي عنا القرارات الشخصية، يعني بتخذها قرارات فردية، تمام. وخلينا نربط شغلة، أنه القرارات الشخصية عادة أو في الأغلب بتكون قرارات مبرمجة بتخذها بشكل روتيني نظرا لتوفر المعلومات والإجراءات، تمام، والقوانين والسياسة الخاصة بالشركة. كلها عبارة عن عوامل دافعة بتدفع أنه الشخص أنه يتخذ القرار بصورة فردية، بصورة شخصية. لكن في بعض الحالات أنا مضطر أني أتخذ القرار بصورة تنظيمية من خلال عقد اللجان وعقد الاجتماعات داخل الشركة أو المؤسسة. خلينا نيجي على القرارات المبرمجة، نحكي فيها بصورة تفصيلية أكثر، نحكي فيها بصورة تفصيلية أكثر. في أن القرارات المبرمجة زي ما حكينا قرارات تتكرر بصورة مستمرة، تعتبر قرارات روتينية لأن معايير الحكم فيها عادة ما تكون واضحة، عادة ما تكون مالها واضحة. إذن في عندي قرارات مبرمجة، خلينا نعمل التابل هذا أو الجدول، تمام. في عندي القرارات المبرمجة وعندي القرارات الغير
مبرمجة، تمام؟ هون راح نشوف انه القرارات المبرمجة عبارة عن قرارات روتينية، تمام، متكررة. ليش روتينية ومتكررة؟ السؤال الآن، ليش هي روتينية ومتكررة؟ روتينية ومتكررة لأنها بتعتمد على إجراءات، بتعتمد على قوانين، بتعتمد على سياسات الشركة محددة واضحة، عندي رؤية، أضف إلى ذلك أنه المعلومات عندي مالها متوفرة، توفر المعلومات. فبالتالي لما تتوفر عندك معلومات كافية، لما تجمع معلومات كافية، تمام، أو الداتا متوفرة عندك، فبالتالي سهل جداً أني أحدد البدائل. فبالتالي عندي توفر المعلومات وتوفر البدائل، وتوفر البدائل، تمام؟ فبالتالي راح يتوفر تأكد نسبي، تمام، لدى متخذ القرار، يعني راح يكون في عندي تأكيد نسبي حسب حول نتيجة القرار، تمام؟ فنتيجة القرار نوعاً ما نسبية بتكون عندي مؤكدة، تمام. ونسبة المخاطرة كمان مرة، نسبة المخاطرة في القرارات المبرمجة بتكون قليلة، نسبة المخاطرة، تمام. ليش؟ لأنها قرارات محددة، إجراءاتها معروفة، تمام، ومش أول مرة بتصير بالشركة، تمام. فممكن أستفيد من إيش؟ خبرات الماضي، الخبرات في الماضي، بعتمد على إجراءات، تمام، وقوانين مالها محددة، صح ولا لا؟ واضح؟ طيب هل نطرح مثال أو نشوف هاي الأمثلة؟ مثلا لما تيجي بدك تصرف الرواتب أو تسجيل فاتورة معينة أو إعادة الطلب على المخزون أو قرار منح مثلا أحد الموظفين عندك طلب إجازة وقررت، ها شوف، حتى نحكيها ليش احنا حكينا في بداية المحاضرة الماضية إنه القرار دائما نحن بنتخذ قرارات بصورة عفوية، أو حتى كلمة قرار دائما بتكون على لساننا، تمام. نفترض أنك أنت رئيس قسم، مدير شركة، أحد الموظفين عندك طلب منك إجازة، فأنت إيش راح تتخذ قرار؟ أنه يا تعطي الإجازة أو ما تعطي الإجازة، صح ولا لا؟ فهو عبارة عن قرار، مثلا قرار منح إجازة لأحد العاملين. أنا برجع لإجراءات والقوانين، برجع لسياسة الشركة، طلب الإجازة في ستيبس معينة، في خطوات معينة بمشي فيها، صح ولا لا؟ تمام؟ فبرجع لهاي الإجراءات، فالمعلومات عندي مالها راح تكون متوفرة، صح ولا لا؟ فالمعلومات متوفرة، فبتخذ القرار بكل أريحية، وبتكون عندي نتيجة القرار أنا متأكد منها، تمام؟ وبالنسبة للمخاطرة، راح تكون في عندي مخاطرة عالية؟ أكيد لا، ما عندي أي مخاطرة، صح ولا لا؟ ليش؟ لأن القرارات عندي محددة، الإجراءات عندي معروفة، وهاي الحالة مرت علي مسبقاً، مش أول مرة بتمر علي، تمام؟ لذلك إحنا بنسميها روتينية، لذلك إحنا بنسميها إيش؟ بنسميها روتينية. طيب ننتقل للقرارات الغير مبرمجة. في القرارات الغير مبرمجة راح نشوف إنه أول نقطة إنها غير روتينية، معناته بدها تكون متكررة، إذن غير متكررة، صح ولا لا؟ غير متكررة، غير متكررة. طيب تتخذ في ظروف عدم التأكد، بما أنها قرارات جديدة علي، الإجراءات مالها الإجراءات، ها معلومات، خلينا نقارنهم هون، توفر المعلومات أكيد، عدم وفرة المعلومات. إذا عدم وفرة المعلومات معناته البدائل بتكون كثير ولا قليل؟ البدائل شو يا شباب؟ بتكون مالها؟ بدائل قليلة، صح ولا لا؟ كمان مرة، دائما البدائل مربوطة بالمعلومات، كل ما جمعت معلومات أكثر كل ما كانت البدائل عندك أكثر، صح ولا لا؟ كل ما جمعت معلومات أكثر كل ما كانت عندك البدائل إيش؟ أكثر. بتعتمد على الإجراءات والقوانين؟ الإجراءات غير محددة، الإجراءات غير محددة، فيها مخاطرة، المخاطرة كبيرة. ليش المخاطرة كبيرة؟ نظرا لأني أنا غير متأكد من النتيجة، ما بعرف النتيجة، النتيجة عندي مش واضحة، الحالة أول مرة بمر فيها، تمام؟ طيب غالبا ما تتخذ هذه القرارات في المستويات الإدارية العليا، تتخذ في الإدارة العليا. لا توجد أنماط موحدة لحل هذا النوع من المشكلات، ما عنديش نمط معين، ما عنديش سيستم معين، ما عنديش خطوات ثابتة، ما عنديش إجراءات محددة أمشي عليها،
يعني 1 او 1 2 3 لازم امشي هاي الخطوات حتى اوجد حل، او حتى مثلا اطلع بقرار معين. ليش؟ لانه طبيعة هاي القرارات غير روتينية، غير متكررة، ما لم تحدث في الماضي، ممكن اول مرة تحدث معي، تمام؟ هذه الحالة، لذلك ما عندي نمط معين او موحد، تمام، ممكن استخدمه لحل هذا النوع من المشكلات. لكن عكسه تماما لما نرجع للقرارات المبرمجة. في القرارات المبرمجة نسأل حالنا سؤال، لو عندك، نفترض حالك انك انت مدير شركة على سبيل المثال، تمام، وفي هذه الحالة مثلا احنا حكينا قرار منح اجازة، او احد الموظفين عندك غاب عن العمل دون عذر، غاب عن العمل دون عذر، انقطع عن العمل فترة طويلة، ممكن انك تتخذ قرار وتفصله من العمل، صح ولا لا؟ تمام، اتخذت هذا القرار بناء على ايش؟ بناء على اجراءات وقوانين محددة مسبقا، معناته في عندي نمط معين انا بتعامل معاه في حل المشكلات، صح ولا لا؟ لذلك طبيعة المشكلات زي ما حكينا في المثال الاول، الرسم اللي كانت باللغة الانجليزية، هاي المشكلات طبيعتها مالها مهيكلة، مهيكلة، تمام. عكس تماما في القرارات الغير مبرمجة، المشكلات عندي بتكون غير مهيكلة، المشكلات عندي غير مهيكلة، فبالتالي ما عندي نمط معين، ما عندي نمط محدد اني كيف اتعامل مع هاي المشكلة او كيف اوجد لها حل، تمام. لذلك بنشوف يمكن لمتخذ القرار في هذه الحالة استخدام حكمه الشخصي وتقييمه ورؤيته للمشكلة. إذن هي صارت، اصبحت عبارة عن ايش؟ اصبحت عبارة عن احكام شخصية، ترجع الاحكام الشخصية للشخص بترجع حسب ايش؟ حسب التراكم المعرفي، حسب معرفته، حسب خبراته، حسب تجاربه السابقة. ممكن لمشكلة شبيهة، ما بنحكي مشكلة حدثت عنده في الماضي، مشكلة شبيهة ممكن يستفيد منها في حل مشكلة حالية، تمام؟ ورؤيته للمشكلة، نظرته للمشكلة. كلياتنا بننظر لمشكلة معينة على سبيل المثال في زاوية مختلفة عن الآخر، صح ولا لا؟ كلياتنا أن تفكيرنا مختلف، فرؤيتنا للأمور راح تكون مختلفة. فبالتالي ما عندي نمط معين محدد يفترض أن الكل يمشي عليه، أو خط واضح الكل يمشي عليه. فهنا بترجع للتقديرات الشخصية، لحكمه الشخصي، لخبراته، لمعرفته، لتجاربه، لتعامله في قضايا حل المشكلات، كيف أوجدت الحلول، رؤيتي للمشكلة، نظرتي إلها، thinking out of the box. لذلك القرارات الغير مبرمجة يفترض أني تكون طريقة تفكيري مختلفة، تكون طريقة تفكيري إبداعية، أوجد حلول إبداعية، صح ولا لا؟ مثلا فتح خط إنتاج جديد، هل الشركة كل يوم تفتح خط إنتاج جديد؟ هل الشركة كل شهر تفتح خط إنتاج جديد؟ أكيد لا الجواب. لذلك هاي تندرج تحت القرارات الغير مبرمجة. لكن لما نيجي نحكي غياب الموظفين أو عدم التزامهم بأوقات الدوام، هل تعتبر مشكلة روتينية؟ مشكلة روتينية. إذا قراري مبرمج ولا غير مبرمج؟ قراري مبرمج. لكن لما نيجي نفتح خط إنتاج جديد، تمام، أو مثلا شركة، أفتح شركة كبيرة استثمر في مجالات استراتيجية مختلفة، ممكن أنا كشركة على سبيل المثال أنطلق إلى العالمية، أروح لأسواق جديدة، أكسب عملاء جدد، هل الكلام اللي أنا بحكيه بندرج تحت قرارات مبرمجة ولا غير مبرمجة؟ أكيد غير مبرمجة، معناته ما عندي بروتوتايب، ما عندي نمط معين أنا بمشي عليه، صح ولا لا؟ لذلك ترجع حسب إيش؟ رؤيتي للأمور. لذلك نرجع لمحور حديثنا اللي هو القرار، الهدف من عملية اتخاذ القرار، يا أني أحل مشكلة أو تعديل وضع قائم، تمام؟ أو تعديل وضع قائم. مثلا أنا عندي شركة ناجحة، حبيت أن أوسع باقة منتجاتي على سبيل المثال، تمام، زي ما احنا ما بنشوفهم في الاسواق، مثلا زي، خلينا نحكي زي مثلا شركة المراعي، البدايات كانت في الحليب ومشتقاته والالبان، بعدين فتحت خط اخر للعصائر، انا بحكي لك على الهيستوري، على التاريخ تبع شركة المراعي، تمام، وفتحت خط مثلا للاجبان والى اخره، تمام. هاي تعتبر قرارات ايش؟ غير مبرمجة. لما افتح خط جديد انا كشخص، تمام، او كشركة حاب اني اوسع باقة منتجاتي، انا عندي منتج معين حاب اني اوسع باقة منتجاتي، فالقرار اللي انا راح اتخذه راح يكون قرار غير مبرمج، تمام. مش كل يوم انا بفتح خط جديد، مش كل يوم انا بفتح شركة او بتوسع والى اخره. لذلك اصبحت من الرسم امامنا الان الفرق بين القرارات المبرمجة والقرارات الغير مبرمجة. قرارات عندنا زي ما احنا شايفين روتينية،
في القرارات الغير مبرمجة قرارات غير روتينية، في القرارات المبرمجة متكررة، في القرارات الغير مبرمجة غير متكررة، لأنه إيش ما لها قرارات جديدة. في القرارات المبرمجة المعلومات عندي متوفرة، في القرارات الغير مبرمجة عدم توفر المعلومات، توفر البدائل، البدائل عندي قليلة. في القرارات المبرمجة بعتمد على خبرات الماضي، تمام، في عندي إجراءات محددة، المخاطرة بتكون قليلة. لكن لو نيجي نحكي في القرارات الغير مبرمجة، المخاطرة بتكون كبيرة ولا قليلة؟ كبيرة ولا قليلة في القرارات الغير مبرمجة؟ أكيد المخاطرة كبيرة، صح ولا لا؟ ليش؟ لما نيجي نفتح مثلا خط إنتاج جديد، أنا لسه بجهل نتيجة هذا القرار، صح ولا لا؟ أنا بجهل نتيجة هذا القرار، ممكن خط الإنتاج الجديد، ممكن المنتج الجديد ينجح، وممكن إنه إيش؟ ممكن إنه يفشل. فبالتالي تتخذ في ظروفها، أنا كاتب لكم إياها، عدم إيش؟ التأكد. وضحت؟ تتخذ في ظروف عدم التأكد. طيب، خلينا نشوف مع بعض الترتيب الجدول، يمكن زي ما احنا شايفين في الجدول هون أوضح الترتيب، تمام، الفرق بين القرارات المبرمجة والغير مبرمجة، بس حبيت احنا نلخصها هون على شكل بوينتس، على شكل نقاط، حتى نوع من الانتراكتيف، او حتى انكم تتفاعلوا معي كيف احنا استنتجنا الفرق بين القرارات المبرمجة والقرارات الغير مبرمجة. طيب، أساسيات التفرقة، التفرقة بين القرارات المبرمجة والقرارات الغير مبرمجة، طبيعتها روتينية ومتكررة، هون طبيعتها غير روتينية وغير متكررة، معايير الحكم فيها واضحة، الحكم الإجراءات واضحة، صح ولا لا؟ لكن أنا في القرارات الغير مبرمجة ما عندي نمط معين زي ما حكينا قبل شوي، لذلك بستخدم الحكم الشخصي. في تحديد البدائل سهلة عندي، ليش تحديد البدائل سهلة؟ مين يجاوبنا على السؤال؟ تحديد البدائل ليش سهلة في القرارات المبرمجة؟ لأنه في عندي بدائل متوفرة، تمام؟ لكن في القرارات الغير مبرمجة تحديد البدائل تتسم بنوع من الصعوبة، لأنه عندي المعلومات مالها قليلة. إذن معناته خلينا نربط المعلومات بالبدائل، لما تكون عندي معلومات كثير معناته البدائل تتوفر عندي في القرارات المبرمجة. في القرارات الغير مبرمجة لما المعلومات تكون عندي غير متوفرة أكيد البدائل بتكون صعب أني حتى أني أحددها، أو إذا حددتها بتكون قليلة. ظروف اتخاذ القرار، أنا متأكد من قراري، صح ولا لا؟ زي ما حكينا مثلا غياب أحد الموظفين، أكيد العقوبة برجع لإجراءات والقوانين المتاحة عندي في الشركة، تمام، أو عدم التزام بأوقات الدوام، الجزاءات، أو مثلا شخص قدم عندي على إجازة، القرار سهل واضح جدا، تمام، وما عندي أي مخاطرة، الإجراءات محددة. لكن في القرارات الغير مبرمجة زي ما حكينا قبل شوي، فتح خط إنتاج جديد، هل بتكون الإجراءات واضحة؟ لا، صح ولا لا؟ طيب، المعلومات في القرارات المبرمجة بتكون عندي المعلومات متوفرة، لكن في القرارات الغير مبرمجة بتكون قليلة جدا، لذلك البدائل تتسم بنوع من الصعوبة، تتسم بنوع من الصعوبة. لكن المعلومات إذا توفرت عندي، شايفين، تحديد البدائل بكون عندي ماله سهل، بكون سهل. أدوات الحل، أدوات الحل بستخدم الطرق الكمية، برامج الحاسوب الجاهزة، صح ولا لا؟ في القرارات المبرمجة، في القرارات الغير مبرمجة بدي استخدم الاكسبرت سيستم، برامج الحاسوب المتطورة. طبعا زي ما حكينا في عندي إشي اسمه الاكسبرت سيستم، تمام، الاكسبرت سيستم اللي هي اكسبرت سيستم، لو بسموها نظام الخبرة، تمام، اللي هي بتساعد على اللي هي الديسيجن سبورت سيستم، أنظمة دعم اتخاذ القرار. كلها برامج حاسوبية بتفيد المدير أو بتفيد الشخص اللي بيتخذ القرار لما تكون عندي حالة من الغموض، حالة من عدم التأكد، بتكون عندي المعلومات مالها قليلة، فالأنظمة هاي بتساعدني أني أتخذ القرار بطريقة صحيحة، بطريقة صحيحة. طيب، ممكن حدا يسألنا سؤال، تمام، يسألني سؤال أنه على سبيل المثال إحنا اللي طرحناهم قبل شوي في المعايير، مثلا زي معيار التفاؤل ومعيار التشاؤم والأفرج والمتوسط الحسابي،
ليش احنا طرحناهم؟ طرحناهم حتى نفهم كيف البرامج الحاسوبية المتطورة بتشتغل، آلية الميكانيزم آليتها كيف بتشتغل، كيف بتحلل الداتا، كيف بتحلل البيانات، كيف عملية المقارنة بتتم، حتى تكون انت كشخص لما تشتغل على السوفت وير هذا او على البرامج الحاسوبية المتطورة تعرف كيف عم تشتغل الالجوريثم او الآلية او الميكانيزم تبعتها. تمام؟ جيد جدا انه نعرف كيف نشتغل او اليه هاي البرامج كيف بتشتغل في معيار التفاعل، معيار التشاؤم، في معيار مثلا المتوسط الحسابي والى اخره. تمام؟ طيب اذا في الجدول اللي احنا امامنا، تمام، بيظهر عندي الفروقات الاساسيه بين القرارات المبرمجه والغير مبرمجه. بتصور الصوره الان واضحة للجميع، الفرق الجوهري بين القرارات المبرمجة، الجدول هذا مهم، والفرق بين القرارات المبرمجة والغير مبرمجة. تمام؟ بروتينية متكررة القرارات المبرمجة، من اسمها قرار مبرمج معناته أنا المعايير الحكم عندي فيها واضحة، صح ولا لا؟ ليش؟ لأنه الإجراءات القوانين واضحة عندي في الشركة. تمام؟ فعملية المعلومات، عملية جمع المعلومات، المعلومات عندي متوفرة جاهزة، واضح؟ فبالتالي تحديد البدائل بيكون سهل. أما في القرارات الغير مبرمجة لأنها بتتعامل مع مشاكل أو مواقف لا تتسم بالوضوح، تمام، فبترك هنا استخدام الحكم الشخصي لمتخذ القرار. يعني نشوف شو في عنده خبرات، شو في عنده إمكانيات، تمام، قدرات إنه يتعامل مع هاي المشكلة، لأنه ما عندي نمط معين أو محدد أتعامل في محل المشكلات. لذلك توفر المعلومات ماله في القرارات الغير مبرمجة بيكون قليل، فبالتالي تحديد البدائل بتكون فيها نوع من الصعوبة، فيها نوع من إيش؟ الصعوبة. تمام؟ فبتمنى من الجميع، تمام، إنه تكون الصورة وضحت. حاولت إني أبسط لكم الفروقات بين القرارات المبرمجة والقرارات الغير مبرمجة. طبعاً المحاضرة القادمة راح نتناول موضوع آخر اللي هو تصنيف القرارات. زي ما احنا تناولنا قبل شوي الفرق بين القرارات المبرمجة والقرارات الغير مبرمجة، راح نتناول تصنيف القرارات ونربطها بالمستويات الإدارية. إذا وصلنا إلى نهاية المحاضرة، لكن حاب أختم بجزئية بسيطة، أنه أنواع القرارات حسب درجة التكرار، مبرمجة وغير مبرمجة. تمام؟ مهم جدا نعرف الفرق الجوهري بين القرارات المبرمجة والغير مبرمجة. المحاضرة القادمة راح نكمل على خير إن شاء الله، اللي هي تصنيف القرارات حسب المستويات الإدارية، حسب المستويات الإدارية. بتمنى تكونوا استفدتوا، بتمنى تكون تبلورت عندكم الصورة الفرق بين القرارات المبرمجة والقرارات الغير مبرمجة، الظروف اللي بمر فيها متخذ القرار، اللي هي حالة التأكد النتيجة عندي واضحة ما عنديش أي مشكلة، في حالة المخاطرة راح أعتمد على الاحتمالية، في حالة عدم التأكد راح شفنا المعايير اللي هي التشاؤم والتفاؤل. تمام؟ وعطينا عليها examples، عطينا عليها أمثلة حتى تكون الصورة واضحة للجميع. إن شاء الله نكمل المحاضرة القادمة في مفهوم اتخاذ القرار وحل المشكلات. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.